السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم نوره من قناه ديدي ليستو نوره، مع فيديو جديد ووصفه جديده. الفيديو ديال اليوم البنات هو السفنج، كيجي زوين بزاف وخفيف وسهل التحضير. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير والطريقه. عندي جوج كيسان ديال الدقيق، ما يعادل 250 غرام. عندي شويه ديال الملح، عندي معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخميره، وكاس وربع ديال الماء. الكيسان اللي عبرت بهم الدقيق هو اللي غادي ناخذ بهم الماء. غادي نحضر دابا معكم، غادي تشوفوا غندير الدقيق عادي، العجينه عاديه، غنزيد فيه داك الخميره، ملح، كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نعجن العجينه ديالي. غنبدا نضيف الماء بشويه بشويه حتى غادي نعجنها. غادي نزيد ديك المعلقه ديال الخل، الخل كيخليه باش كيجي رطب من الداخل هشيش ومنفوخ، وكيعطيه حتى واحد المذاق زوين. غادي نبدا العجينه وغنبدا نضيف الماء. العجينه ديالي البنات خاصها تكون مرخوفه شويه، ماشي بحال العجينه ديال الخبز العادي كيف ما كتشوفوا. كنجمع كل شيء، وغادي نبدا نخدمو على هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا. بحال هذا هو، كيف هذا هو كيفاش كندلك. خاصو ديك مزيان، كنبقى نخدم فيه مزيان بيديا كيف ما كتشوفوا. ونعاود من بعد البنات غادي ندهن يديا شويه بالزيت، غير باش غادي نجمعها في واحد البلاصه، وغادي نخليها تخمر على خاطرها. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير مزيان، ونزيد عليها شي حاجه، شي غطايه ولا شي حاجه ديال الخبز اللي كتخدموا بها ديما، ونخليه على خاطرو حتى يخمر مزيان. وهذا باش غادي نبدا نخدم به. ها هو البنات، من بعد ما خمر ليا غادي نحيد داك الفيلم اليمونتير، وغادي ندهن داك فاش غادي نحط دوك الكويرات ديالي. غندهن داك البلاطو اللي جبت بشويه ديال الزيت، وندهن يدي، وغادي نبدا نشكل دوك الكويرات الحجم اللي بغيتو. تستمر على هذا. من بعد غادي نوجد جوج مقالي، واحدة غندير فيها غير شوية الزيت اللي غندير فيها في الأول، والثانية كنعمرها شوية. غادي نبدا نغطس يدي في الماء، وغادي ناخد ديك القرصة ديالي وغادي نشكلها
كيف ما كتشوفوا داك الماء كيخليها تجي مقرمشه من الداخل، هذاك هو السر ديال التقرمشه ديالها. سمحوا لي من برا، وكنحطها في هذاك المقله الاولى، كنخليها حتى كتحمر واحد شويه عاد باش كنديرها في نغطسها في المقله الاخرى. غادي نقادها بحال هكا وغادي نخليها حتى تبدا تنفخ مزيان، وعاد باش نهزها ونديرها في الكاسرونه الاخرى. كما كتشوفوا البنات غادي نزيد واحدة اخرى، انتم شفتوها راه بدات كطلع. غادي نهزهم دابا، وغنديروها في الكاسرونه الاخرى، هي تكون عافيه من جهده باش ما يشربش الزيت بزاف. راه البنات كيجي ناجح 100% وكيجي زوين بزاف بحال ديال الزنقه، غير جربوه. وراكم كما شفتوا راه ما كياخذش الوقت بزاف وما فيهش شي حاجه صعيبه. ها هي كيف ما كتشوفوا البنات، نفس العمليه كيف ما درت في الاولين. غادي نبقى على هاد الطريقه حتى غادي نكملو. انا درت غير كميه قليله، راكم كتعرفوا السفنج ما كتقدريش تاكلي منه بزاف، تقدروا اللي بغى يدوب المقادير يدوبلهم. انتم كيف ما تشوفوا هما البنات طابوا لي دابا، والبنات المقلة الاولى تكون عافية فيها مهيلة، وهذيك الثانية غير يجهدوا فيها. وهما البنات هما كملت السفنج ديالي كيف ما كتشوفوا، راه ساهل وكيجي زوين بزاف. نتمنى يعجبكم البنات الفيديو ديالي وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي دخل عندي اول مرة يشارك معايا في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد عندي. ما تنساونيش البنات من لايك وتعليقات ديالكم والبارطاج، وخليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.